مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. أكد سفير المملكة المغربية بالسنغال حسن الناصري أن العلاقات بين الرباط وداكار تتجاوز الزمن واللحظات السياسية، مسجلا أنها تعود لقرون ولا تتزحزح أبدا مهما تغير الرؤساء وانتقل الحكم من شخص إلى آخر. وأفاد السفير المغربي في تصريح أن هناك تعبيرا صريحا عن رغبة المسؤولين في السنغال في التمسك بهذه العلاقات، بل أكثر من ذلك في إعطائها أبعادا جديدة، وهذا عبر عنه الإخوة بدكار قبل وأثناء تنصيب الرئيس السنغالي الجديد، وبالتالي فالإرادة السياسية واضحة جدا. وأشار المسؤول الدبلوماسي المغربي إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات والشراكات التي تجمع البلدين والتي تسير بشكل جيد، وهو ما يجعل الآفاق واعدة، خاصة أن هناك التقاء بين رؤية جلالة الملك فيما يخص الإقلاع الاقتصادي لإفريقيا، ثقة القارة في نفسها، وبين الرؤية التي يعبر عنها الجيل الجديد الشاب في السنغال. وبخصوص الخطوة التي قام بها الرئيس السنغالي الجديد مع الملك محمد السادس بعدما قام بتوجيه دعوة استثنائية إلى الملك محمد السادس بصفته قائد الدولة الوحيدة من خارج المنطقة الذي تمت دعوته لحفل أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس المنتخب الجديد، يعتبر السفير المغربي أنها دعوة كريمة تلقاها جلالة الملك من الرئيس باسيرو ديمايا فايا، ولها دلالات كبيرة لكونها امتدادا أصيلا لهذه العلاقات الممتدة عبر التاريخ. وأضاف في نفس السياق: نحن في مرحلة انتقال السلطة بين رئيسين، ونلاحظ أن العلاقات تتواصل وتتعزز، وأن المكانة الخاصة للملك تتقوى وتحظى باحترام كبير، وهو ما يجعل ثقة السنغال تتجدد في الروابط الأخوية بين البلدين. والدلالة الثانية بحسب المسؤول الدبلوماسي هي أن هذه العلاقة المتينة للملك دور كبير في إعطائها دفعة جديدة وفي إعادة بنائها على أسس سياسية واقتصادية وثقافية، وأسس من البناء المشترك والمشاريع المشتركة والشراكات رابح رابحة، وهو ما أعطى لهذه العلاقات انطلاقة جديدة وفق تعبيرها. وفيما يتعلق بالدلالة الثالثة، فأكد حسن الناصري أن السنغال مقام محترم ومهم في إفريقيا الغربية، وبالتالي فثقة السنغال في الملك محمد السادس وتقديره هو تقدير هذه المنطقة بأكملها. اعتراف هذه الدولة بما أسداه جلالة الملك لهذه المنطقة من دعم على كل المستويات، وخصوصا من تقدير واحترام كبير، فهو في الحقيقة احترام باحترام وتقدير بتقدير ووفاء بوفاء. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.